هالسنة أربعة شباب كويتيين حتى أقدر أعطيكم أسمائهم راحوا بعينهم شافوا في المنتقى. الآن الكنيسة موجودة بالكنيسة، كنيسة القديسة فاطمة. هذول كانوا أخ وأخت وبنت الجيران، أطفال يلعبون بس على براءة الطفولة. فيظهر أمامهم نور، اللي مكان النور أنا حاطين مجسمه، حاطين مجسم امرأة محجبة نور. بس هم كتاب كاتبين الكنيسة الفاتيكان كاتبين كتاب، وهذا الشيخ رئيس الفاتيكان قبل هذا اللي جاي جديد كل سنة كان يروح يحج، يحج على طريقتهم يزور المكان في المرتقب. وإيران سووا حول فيلم كامل أحسن نشر فيلم. هذول الشباب جايبين فيلم، الشباب الكويتيين مسوين فيلم عنه. يقولون سألوها منو أنت؟ قالت أنا اسمي فاطمة. قالوا لها منو أبوك؟ قالت أنا بنت بروفيت، يعني بنت النبي، ما قالت بنت محمد. أنا بهذا أقول ما قالت بنت محمد. هم الأطفال قالوا لها شنو اسمك؟ قالت فاطمة. طبعا فاطمة على من؟ بنت النبي، بنت بروفيت، بروفيت يعني نبي هالمقدار. وبعدين قالت لهم الأسبوع الجاي راح أجي آخذ واحد من عندكم. إجت الأسبوع الثاني هم أهل القرية إجوا وشافوا الولد مات. كاتبين هم هذا التاريخ مو كلامي أنا، ما أصير واقف ده أشوف، أنا ده أذكر كلام البرتقاليين. وعلى الركاب يمشون ويقولون كاتبينها مصباح. مع مصباح ماكو المسيحية، المصباح للمسلمين. الآن اللي يروحون كلهم بينهم وأنا عندي المصباح، لا مصباح الكنيسة ما أنا عندي إياها، يعني شلون بي صليب ومصباح وعلى ركابهم يمشون يذكرون ويأخذون حوائج على طريقتهم. أنا مدى أذكر آية قرآنية أو تفسير أو كذا أتجاه تستهزئ بي، قضية واقعة في بلد آخر روحوا شوفوا. إن عبد الله شان هاي قضية مدينة فاطمة لو شان مدينة حفصة شان شو أقاموا الدنيا ولم يقعدوها. طائرات كانت تطير من جدة تروح حتى يشوفون مدينة حفصة، بس هاي فاطمة المظلومة فيه. أي روحوا شوفوا عنا. بس أنا شباب راحوا، وأنا أشجعكم إخواني، هذا فيزا شنغن كل مكان تقدر تروح، كل أوروبا أكثركم ما شاء الله موفقين بالصيف تروحوا. أخذ طيارة رخيصة هم، يعني من ألمانيا إلى من ألمانيا أكو، من فرانكفورت، من إيطاليا أكو طيارة تشيلك تخليك في البرتقال ساعة طريق من المطار. قول لها أروح فاطمة، هم ياخذوك فندق فاطمة، هوتيل فاطمة، شارع فاطمة، فندق فاطمة. وآخر واحدة هاي بنت الجيران ما تتقبل أربع خمس سنين شيعوها كمرجع تقليد، وكانت محجبة إلى آخر عمرها بالحجاب. نعم كانت تمنع الناس من المعاصي. هم يقولون عن اللطيف مو أن أنا ناقل، يعني ما سيسي من مخباتي. هي تقول الفساد، هي كانت قاعدة تقول الناس يتوجهون إلى الله ويقللون من المفاسد. وأنا شرحت قلت المفاسد مثل شنو؟ مثل الخمر، مثل الزنا. وأنا أسألك شنو المفاسد؟ خريصة يقول مثل الخمر، مثل الزنا، شيء طبيعي هذا؟ هذول الإخوان الذي ما عندهم سالفة حقيقة، يعني يجي بس شغل الاستهزاء. أستاذ شو سويت؟ من يتفاهم؟ وإلا إذا كان تفاهم الدنيا كان تصير بخير. مثل ما استهزأوا بالحسين سلام الله عليه، يعني بابا أنتم اقروا التاريخ. ألم تعلموا أن جدي رسول الله أبي أمير المؤمنين؟ مع كل هذا اللي قال نحاربك بغض منا لأبيك وما قدر من أشياء يومنا، بعدين طلع الرجال والحسين أثبت هذا الشيء يوم عاشوراء. طلع قال يا حسين، أعوذ بالله، استجيب بالله، يا حسين أتعجلت بنار الدنيا قبل نار الآخرة؟ لما حسين كان مسوي شيء يقول له خندق، قضية معروفة اليوم عشان يدعى الله وحزه إلى الله بالمكان تقطع وراح في النار. الحيوان تفز وضربه من راسه وراح طاح في الخندق واحترق. يشوفون قضية الاستهزاء. يا حسرة على العباد، ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ما أتعجب خلي يستهزئون. وإنما أنا ذاك الشيء على أرض الواقع مدى مش تاريخ. يا أخي هاي مدينة البرتقال موجودة، روحوا شوفوا بعينكم. ولذلك هذا الأخ الذي مستهزئ بي يعني أعتبره جاهل، بس هالمقدار الله يهديه.
اللهم اهدي قوم فانهم لا يعلمون. والا انت والتاريخ مو تاريخ، الواقع قدامي. مثل واحد يقول عنكم بالكويت شيء اسمه نادي العربي، انت استهزئ، يقول لا نادي تركي. يا عمي عربي، روح شوف اسمه نادي العربي. اضحك عليه واضحك. الضحكه كويس سوى النادي العربي تركي. اضحك. يعني انت الشيء اللي على ارض الواقع شلون تتغير؟ انا ما ادري.